من الطبيعي اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد وتتكالب عليها قصد تثبيط همتها والنيل من عزيمة أبنائها. فما نلاحظه من مراورات سياسوية مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري إلا دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة التي سرعان ما تختفي بعد أن يخيب الشعب الأبي سعيها. إنه من واجبكم اليوم أنتم أيتها السيدات والسادة الولاة والمنتخبون أن تتحلوا باليقظة. قد أصدرت تعليمات واضحة من أجل تعميق اللامركزية وترقية المرفق العمومي وتمكينكم من النصوص وتمكينكم من النهوض بمسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي، بينما تعملون أنتم جاهدين من أجل تحويل الاستراتيجيات المرسومة إلى واقع معيش. نلاحظ تفاقماً لبعض الآفات التي تستشري في جسم المجتمع وتتحول إلى طفيليات معوقة لكم ولأعمالكم خدمة لمقاصد خبيثة. تسخر في ذلك وبلا تورع كل مهاراتها في التعاطي لممارسات غير مطابقة مذمومة ومرفوضة قانونياً وأخلاقياً من مثل الرشوة والمحسوبية والمعاناة والتصرف البيروقراطي والتصرفات البيروقراطية الجائرة التي يراد بها الباطل. إنكم تلاقون باستمرار محاولات هذه العناصر الضالة في يومياتكم والتي لا تترك أي سانحة في برامج عملكم إلا وتحاول استغلالها لتحقيق مآربها الآثمة في مختلف قطاعات النشاط. إن هذه الممارسات هي أخطر ما ينخر مجتمعنا من أمراض وأعظم التحديات التي تواجهها بلادنا في الوقت الراهن.